الدكتور عبد العزيز قاسم ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله المديفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار حميم وأسئلة في الصميم. باسمكم أرحب بضيفي الأستاذ عبد العزيز قاسم. حياك الله أسامة. حياك الله وأهلا وسهلا بك يا شيخ عبد الله. الحمد لله على السلامة. أتمنى ما تعبت في الرحلة. يعني الله يسلمك. والله مرهقة الساعة 7 الصباح، لكن تستاهل لعينيك يعني. ما ترد يا شيخ. تسلم عبدالله. تسلم. الحقيقة أنا أريد أن أبدأ في البداية في يعني أن أناقش معك البرامج الحوارية السعودية تحديدا. نعم. أنت بشكل عام كيف تقيم البرامج الحوارية السعودية؟ من خلال متابعتي يا شيخ عبد الله يعني للساحة الإعلامية الخمس سنوات الأخيرة، الحقيقة البرامج الحوارية السعودية أخذت يعني قصب السبق في المبادرة في توسيع هامش الحرية في الإعلامية في السعودية بشكل كبير. نعم. ربما قبل 10 سنوات قامت الوطن بهذا الدور، قامت بعض الصحف، لكن الآونة الأخيرة الخمس سنوات تحديدا البرامج الحوارية السعودية قفزت. يعني الخمس سنوات ولا من بعد الربيع العربي؟ لا، من قبل الربيع العربي. لا شك من قبل الربيع العربي، وباتت هناك يعني برامج يشاهدها الناس وفيها جرأة وفيها طرح وفيها مصداقية بشكل كبير. يعني أول اللي كان يقود رفع السقف الصحافة، اليوم اللي يقود رفع السقف البرامج التلفزيونية. من باب الإنصاف والأمانة صحيفة الوطن يعني يحسب لها هذا السبق. أيام جلال الغامدي، أيام جمال الخاشقجي، يعني وسعت لنا هامش الحرية. تقول هذا الكلام 25. تقول هذا الكلام لأنك أحد كتاب الوطن؟ والله يستاهل الوطن. لا حقيقة فيها حرية. أنا أشكر حتى مع تغير رؤساء التحرير بقي هامش الحرية جيد بشكل كبير. يعني تشوف أنت أنه من يقود الحرية في الصحافة السعودية هي الوطن؟ لا، ليس هي من بدأ أيام جنان الغامدي، ثم بعد ما تعرضت له من يعني إقالات وكذا، وهذه بشهادة الأخ زياد الدريس. نعم. ملحق الرسالة في جريدة المدينة. أنا بجيك على موضوع الملحق. أنا أقول والآن صحيفة الحياة ومجموعة صحف يعني تقوم بهذا الدور. طيب خلينا ندخل في المحتوى أو القضايا العامة التي تداول في البرامج الحوارية السعودية. هل هذه البرامج متفاعلة مع حركة التغيير المجتمعي ومع الحراك المجتمعي ومع نبض الشارع، أم هي لا تغرد بعيدا عن سربهم؟ والله يعني ليست كل البرامج بما تقول. هناك برامج حوارية، نفرق بين يعني صنفين من هذه البرامج الحوارية. نعم. برامج حوارية تكون فيها القضية هي البطل بما يفعل داود الشريان في الثامنة والأخ علي العياني وكذا. هذه وش ميزتها البرنامج؟ البرامج البطل فيها القضية مش الشخصية. ما هي الشخصية، بينما برامج مثل إضاءات مثل يعني في الصميم وكذا البطل فيها الضيف. فيعني يختلف. يعني عندنا نوعين، في بعضها تعتمد على القضية وفي بعضها تعتمد على الضيوف. على الضيوف. أيوه. نعم. أيهم الأقوى والأكثر؟ الأقوى بكثير والأدوم القضية عندما يكون البطل القضية. عندما يكون البطل الضيف الحقيقة تبهت. وأنا أضرب لك مثال، يعني برنامج بلا حدود أحمد منصور في بداياته تتذكر كيف كان الإقبال عليه وكذا، الآن بهت لأنه انتهى. حتى إضاءات، مع احترامي وحبي للصديق تركي الدخيل وأنا أتمنى أن يعيد النظر في برنامجه وكذا، من يتابعها يعني؟ مات كلينيكيا، ما في، ما أصبح يلوب 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 ولا يتابع بينما في بداياته. لذلك البرامج اللي الحوارية التي يكون فيها الضيف البطل تكون له بداية قوية. يعني نقول إن عمرها أطول. يخبو مع كذا. نقول إن عمر البرامج التي تعتمد على القضية عمرها أطول من البرامج التي تعتمد البرامج على الشخصية. اللي يكون فيها الضيف البطل. نعم. طيب هناك أيضا من يقول إنه حتى هذه البرامج التي تعتمد على القضية تكون بداياتها قوية. نعم. ثم تخفض. أنا معه. نعم، لكل برنامج حواري عمر زمني. يبدأ قوي ثم يقف في الله ثم بعد كذا خط الانحدار. حتى كم متوسط أعمار البرامج الحوارية؟ والله خمس سنوات. نعم. لذلك دبر نفسك انت سنتين. دبر نفسك فيها. طيب القضايا السياسية، يعني انت لما تتحدث عن القضايا والقضية، هل القضايا السياسية او القضايا الاجتماعية او القضايا الدينية او القضايا الفكرية او القضايا الثقافية او القضايا الاقتصادية هي القضايا الأهم بالنسبة لمجتمع زي مجتمعنا السعودي؟
لناخذ فقط المجتمع السعودي وحديثي عن المجتمع السعودي. نعم المجتمع السعودي أقول لك يا شيخ عبد الله من خلال أيضا متابعتي وأيضا خبرتي أنا في البيان التالي وحراك، وجدت أن الشرعيين والدعاء الضيوف هؤلاء هم من يعطي الثقل، هم من يعطي الجماهيرية، هم من يعطي القوة والتأثير بعكس النخب، وتستغرب يعني من كلامي هذا، هم من يصنع الحراك في الداخل السعودي. من هم؟ هم الدعاء والمشايخ والتيار الديني ومن يريد أن يعني ينافس هذا لابد أن يطرح قضية فيها إسجالية إشكالية دينية كي يحظى بهذه. يعني أنت تقول أنه المادة القضية الأبرز في المجتمع السعودي والأقوى هي القضية الدينية. الدينية سواء ممثلة في شخوص أم في موضوع. في قضايا. نعم. يعني في شخوص الدعاة أم في قضايا. أعطيك مثال. أنا رجل صريح وأنا. لا بتقول لي تبي إحنا سفر مفتوح. أعطيك مثال. برنامج في الصميم. وبرنامج يا هلا في نفس القناة روتانا وكلاكما يعني فرس رهان ما يحتاج. لكن الآن خلال العشر أيام الماضيات هذه. تلاحظ أنه الناس تتداول عبر الواتساب في تويتر وكذا كل ما تطرح وأنت في برنامج في الصميم، بينما الأخ علي العلياني مع أنه ضيوفه كبار تركي الحماد خالد الدخيل وكذا لا يحظى بهذه الانتشارية ولا يحظى، والسبب نوعية الضيوف اللي بالعكس يعني أنا بعطيك مثال الآن جاتني حقة العريفي حلقة العريفي من كل حدب وصوب أتتني على المجموعة البريدية على الواتساب على كل مكان، الأخ عبدالعزيز الفوزان وحديثه في داعش شرقت وغربت في كل مكان، ليس الأمر في عبدالله المديفر ولا علي العلياني، لا الأمر في ضيفيك هؤلاء، لو ذهبوا لعلي في المساء في هلا عملوا نفس الشيخ عادل القدنيس كان موجود مع علي، وحتى نعم. في الشرق الأوسط تحدثت على أنه نقاش العلياني الساخن سحب البساط من الدراما المستهلكة، يعني تحدثوا بخلاف الكلام تحدثت أنا أقول لك من واقعي وانت وليكن الجمهور الحكم في رسائل الواتس التي تتداول. أنت المعيار الواتساب. المعيار في النهاية تشوف كيف تجيك من 100 واحد كل واحد يرسل يتفاعل معه لأنه البطل والشخصية هي المحبوبة. هذا يعني أنت تقول اللي يستفيد منه من 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 أو اللي يفهمه من كلامك قضية إنه محور الدين ومن يمثل الدين هي هي المادة الأهم في البرامج الحوارية السعودية. السعودي. نعم. نعم. طيب قضية المحلية إحنا الآن قاعدين نتكلم. أنا أعرف أنه عندنا مشاهدين من خارج السعودية والآن قاعدين نتكلم حنا عن المجتمع السعودي، هل الإغراق في المحلية تعتبر ميزة ولا عيب من وجهة نظرك؟ والله أنا مع تعدد القنوات وتعدد أنا أشوفها ميزة وبالعكس هذه مناسبة وحاجة جيدة، فقط أنا استدراك لهذه أنا حديثي عن الموضوعات النخبوية، لكن هناك برامج اجتماعية يا شيخ برامج اجتماعية طرحها الأخ داود الشريان طرحها الأخ علي العلياني أيضا فيها لها هذه الجماهيرية لأنه تلامس هموم المجتمع، تلك قضية أخرى، لكن بالنسبة للبرامج الفكرية النخبوية ما قلته من طيب. التيار الديني قضية يعني دائما يتحدثون الناس عن قضية الحيادية عن قضية الموضوعية عن قضية المهنية، أنت إيش وجهة نظرك من الأشياء هذه اللي تداولها الناس وحتى المهنيين؟ عندما أخذت دورة عند أحد الخبراء يعني في الفضائيات في بداياتي كان يقول لي يا أخي عبد العزيز من خبرتي الحيادية كذبة كبيرة، الحيادية كذبة كبيرة انسوا، ولا لا أنت يا عبد الله محايد ولا أنا ولا داود ولا أحد، في النهاية مهما حاولنا ربما يعني نحاولها لكن في النهاية يعني البرنامج يعني يظهر باللون الذي نحن نريده في النهاية. يعني أنت تقول أنه نحن نحاول أن نوجه الأحاديث لما نؤمن به ونقتنعه؟ إن بشكل مباشر أو غير مباشر. لا أتكلم عن أنه من يدخل إلى الأستوديو يريد أن يصل إلى نتيجة هو مضمرها سلفا؟ بالتأكيد بالتأكيد هذا رأيك مش بالتأكيد يعني أنا بقول رأيي بالتأكيد ليس إجماعا لأنه هناك من يختلف معك وأنا قد أحسبني واحد من المختلفين معك في هالجزئية. قضية طيب الموضوعية والمهنية إحنا تكلمنا عن اللي أنت تقول لا يوجد الحيادية كذبة كبرى، الموضوعية والمهنية نعم أنت كيف تشوف هل
الحياديه نستطيع نستطيع ان نصل الى اهدافنا. نعم. بموضوعيه ومهنيه. نعم بالتاكيد انه طبعا تمتط المهنيه، يعني نحاول ان نمتط المهنيه والموضوعيه قدر الامكان، وخصوصا بالذات يعني في البرامج اللي يعني تجلب فيها شخصين او اكثر يمثلان وجهتي نظر مختلفه، يعني يتناول بشكل افضل من ضيف واحد فقط. وانا داخل انت واضح انه انت احنا طالحين انت مذاكر كويس، سالتك عن الدكتور سعود كاتب، اي واضح انه انت قرات الـ الـ الاستبيان اللي هو سواه. انا بسالك، هو يقول لك في الدراسه حقته انه شعبويه البرنامج وشهرته لا تعني بالضروره تمتع بالمصداقيه، يعني هو توصل الى انه اكثر البرامج شعبويه هو أقلها مصداقية من وجهة نظر عين الدراسة. نعم. يعني مصداقية البرنامج تؤثر على المشاهدة ولا لا؟ ولا تتفق ولا تختلف؟ بالتأكيد بالتأكيد يا أخ عبد الله. طبعا ملاحظتي للأخ دراسة الأخ سعود أنها خلاها بين نخب وإعلاميين، لو جعلت الدراسة للمشاهدين لربما تغيرت بعض المراكز التي قال بها. لكن برنامج مثل والأضرب الآن، أنا شخصيا مقتنع أنه البرنامج الحواري الأول في السعودية بالذات في القضايا الاجتماعية برنامج الأستاذ داود الشريعة. اتفقت اختلفت معه، أسلوبه ما أسلوبه، موجه غير موجه، لكن في النهاية له حضوره وله تأثيره بسبب الكاريزما التي يتمتع بها الأستاذ داود، بسبب القناة أيضا التي يبث منها، قناة يعني أولى. بالنسبة للبرامج الحوارية النخبوية برنامج لقاء الجمعة، وأنا لا أجاملك هنا، لكن فعلا يعني تحظى بشعبية كبيرة، وأيضا السبب يعني نوعية الضيوف اللي تستضيفهم، وأيضا القناة التي تبث منها. يا أخ عبد الله أنت هنا تتكئ إلى ركن متين مستند، ما تخاف لما يجيك ضيف عبد العزيز قاسم ولا غيره تقول خذ راحتك توكل على الله، تريد الجرعه لانك متكئ ولا، لكن نحن المساكين ان كان في البيان التالي في اجل البيان التالي ولا في حراك، لا انا اقول ولا القنوات الاسلاميه هذه ما نستطيع نقول اترجى محسن العواجي تكفى يا ابو هشام الله يرضى عليك تكفى، انت عارف وضعنا وعارف كذا وعارف على مهلك، بينما عندما ياتيك محسن انت تقول له خذ راحتك. وفعلا يعني والسبب ملاك القنوات. الحقيقة أنا ممتن وأشكر جدا سمو الأمير الوليد بن طلال لإرجاع زميلنا علي العلياني في الحلقة الشهيرة التي أوقف برنامجه فيها مع العطيشان عضو مجلس الشورى، كانت قوية وفعلا يعني بشكل كبير، لكنه لم يمضي على قرار وزارة الإعلام 24 ساعة أعاد الوليد بن طلال وكسب حقيقة تحيتنا وحبنا بسبب زميلنا. طبعا احنا اعلاميين نتضامن مع بعض، لكن شوف القوه اللي هو سؤال، هنا سؤال يطرح نفسه، يعني انت الان كل البرامج اللي انت مريت على اربع خمس برامج فقط، ما في يعني التلفزيون الرسمي مثلا، نعم انت ما ذكرت منه ولا برنامج حواري يستطيع انه يعني تقول انه هو من الاشياء التي تؤثر في المجتمع السوري. والله طبعا يبقى نظره المجتمع، وبيزعل علينا الاستاذ عبد الرحمن هزاع، لكن والله يا شهادة الحال يعني نظرة المجتمع وكثير من المجتمع إلى البرامج الرسمية والتلفزيون الرسمي الحقيقة ليس فيها مصداقية، لا غير مقتنعين بها كثيرا. المصداقية ما تأثر، قبل شوي أنت قلت أنه المصداقية لا تؤثر على شعبية البرنامج، وهذا واتفقت أنت مع الأستاذ مع الدكتور سعود. ما فهمت أعد. أنت تقول أنه المصداقية قبل شوي، أنا سألتك عن موضوع المصداقية والشعبوية هل تؤثر بعضهم على الآخر، قلت لا ممكن يكون برنامج شعبوي ومشاهد ومصداقيته ضعيفة بناء على الدراسة. لا في يعني داود الشريان عندما بدأ، أنا أرجع لداود لأنه معظم النقد على داود الشريان. لا هو ما تكلم عن داود، تكلم الدراسة عين الدراسة. هو ذكر بس المركز الأول اللي حققه في دراسته داود الشريان الثامنة، والكلام بالتأكيد عليه. داود بدأ بمصداقية وبشكل ممتاز، لكنه مع الزمن مع كثرة البرامج ربما يعني دخل بعض ميوله الشخصية بعض آرائه الفكرية بعض كذا، ما جعل المشاهدين ينجذبوا، بل ولاحقته التهمة الشهيرة بما لاحقت حراك بما لاحقت بعض البرامج التي تهتم بالشأن العام والأشياء الاجتماعية. لا. من أننا نتلقى من الدولة التوجيه في طرح هذه القضايا ك
كنوع من التنفيس للمجتمع. أنا أرجع لك لموضوع التلفزيون الحكومي، يعني أستاذ عيسى الحليان في صحيفة عكاظ تكلم عن يا هلا، وتكلم عن الثامنة، وتكلم عن في الصميم، وتكلم عن حديث الخليج، وتكلم عن في المرمى. وهذه يعني برامج متنوعة. وأثنى عليها وقال أنه هذه مواهب ولدت معظمها من رحم القنوات السعودية. هو اتهم القنوات الحكومية بأنها غير قادرة على احتضان هذه المواهب أو الاحتفاظ بها. يعني هل أنت تتفق مع أنه التلفزيون السعودي لا يمكن أن يقدم لنا برنامجا، التلفزيون مش السعودي الحكومي خليني أسميه بلفظ أدق، لا يمكن أن يقدم لنا برنامجا حواريا يصطف مع هذه القائمة التي تؤثر في المجتمع السعودي؟ بالتأكيد لا، وحاولوا هذا في برنامج الزميل طيب يحيى الأمير. لا، لأنه لهم سقف محدد. يعني نتكلم بصراحة، أبا أجيب واحد زي العطيشان ولا أجيب واحد زي محمد الحضيف؟ لا يمكن أن نطلعه في التلفزيون السعودي، ولا يمكن أن يتكلم بهذه الجرأة. ما السقف هناك لا يتحمل. لكن القنوات الأهلية والقنوات حقت رجال، يعني مكان البرامج الحوارية في السعودية هو في القنوات الخاصة، هذه النتيجة اللي توصلها. نعم الجادة والصادقة ولا لها مصداقية. طيب البرامج السعودية تقع تحت ضحية، أو قدرها أن تقع تحت ضحية التسييس والأدلجة؟ البرامج الحوارية السعودية، نعم، هل هي قدرها أن تقع ضحية للتسييس أو الأدلجة؟ بالتأكيد هذه موجودة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، موجودة مهما حاولنا أن ندعي أن غير. هذه برنامج إما مسيسين ولا مؤدلجين؟ برنامجك اتهم من قبل الزميل محمد آل الشيخ بأنه برنامج محاكمة صحوية. صحيح. في النهاية الناس ترصد وتنظر للمآلات، ربما لا تتفق ربما لا أتفق معه، لكن هذا الانطباع موجود يا شيخ عبد الله. حتى أنا أعمل في حراك مهما حاولت مهما عملت في الباية، أنت في النهاية صحوي إسلامي منظورك كذا. نفس الكلام اللي يفعله داود الشريان، مهما حاول وادعى أنه موضوعي لكن يتهم أنه مع الليبراليين وكذا، الأخ تركي الدخيل. طيب يعني وأنت لا يمكن أن يأتي إنسان محاور من لا يستطيع أن يخرج من هذا التسييس ومن هذا الأدلجة ويقدم مادة لكل الناس؟ ما يمكن؟ ما في السعودية واحد ممكن يقدم هالدور؟ والله في منظوري اللي أنا بشوفه لا يوجد. لا يوجد؟ لا يوجد ولا يمكن أن يوجد؟ لا ولا يمكن. لا يمكن أن يوجد ممكن، لكن أنا ما زلت مؤمن أنه الحيادية كذبة كبيرة. أنت كل هذا الكلام أنت تبني على قضية الحيادية من خلال ما لاحظت، يعني وهذا هو ما نختلف معك فيه. قضية الدور الأساسي المفروض الإعلام يقدمه، كثير من الناس يقول أنتم تتعرضون علينا مشاكلنا وتذكرونا بآلامنا ولكن لا تقدمون حلول. هل يجب أن يكون الحل هو من يحضر في الإعلام، ولا الإعلام هو فقط كاشف؟ لا، نحن كسلطة رابعة نقوم بدورنا في كشف هذا الخلل، في كشف هذه العيوب، في كشف الإشكالات ونطرحها، لكن ما بيدنا يا أخي أن نقدم الحلول. الحلول بيد أصحاب الحلول في الوزارات، في يعني عند الدولة والحكومة هي اللي تقوم بهذا، لكن أنت دورك كسلطة رابعة كإعلام تكشف عن هذا الخلل فقط وينتهي دورك هنا. بسألك عن الضيوف الكبار والهوامير ومن يجي ومن ما يجي، لكن بعد فاصل قصير استأذنك فيه. فاصل ثم نعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الإعلامي عبد العزيز قاسم. أبو سامة، أريد أن أسألك عن موضوع الضيوف، وما أطلع إلى مجموعة من الصور عندي. الضيوف الحقيقيين المستهدفين الذين يريدهم المجتمع السعودي، هل هم من يحضر على الشاشات؟ طبعا كانت إلى فترة ما ليسوا هم مجموعة نخب، يعني ليبرالية وفكرية، وكانوا مقصين بشكل يعني كبير. الفضائيات الإسلامية أتت والحقيقة يعني كانت فتح، وفتحت المجال أمام الدعاة أمام العلماء، وأقبل المجتمع بشكل كبير. وأنا أقول هذا يعني فعلا أنا حيادي هذه المرة، يعني من خلال حيادية كذبة هذا عندك. لا رد عليك من رأيك أنا في هذه النقطة. أنا مؤمن بالحيادية، أنا أقول لك. أنا كيف حبيبي
أقبل المجتمع عليهم بشكل كبير لأنه غالبية المجتمع يستمعون لهم وحققوا جماهيرية كبيرة. خليني أنا أطلع معك إلى مجموعة من الصور والمقاطع تفتح لنا مجموعة من الحوارات ونستكمل أيضا نفس الحوار الإعلامي اللي إحنا بدأنا فيه. خلونا نشوف المقطع الأول. قال انا اعيش عيشة ملوك مثلا لا بدون ذكر. طيب بدون اسماء دكتور زهير اقول لك القوائم الدولية بتظهر انه عندنا اثرياء العالم 10 من 25. ساعات يا دكتور عبد العزيز يجب ان يسمعني اولي الامر انه الفقر في المملكة العربية السعودية هو الخطر الوحيد على الوطن، بل هو الاكثر خطورة من اسرائيل. انا اخشى ما اخشاه من ثورة جياع تؤدي الى تدهور المستوى الامن الداخلي. طيب. الامن الداخلي يا جماعه عندنا يا دكتور عبد العزيز نابشي صناديق القمايم يزعجونا، منظر يرعبني انا لما اشوف هذا المنظر، لانه لا يجد الانسان عندما لا يجد. هذه من اخر الحلقات اللي لم تكن الاخيره. الاخيره. طبعا انت كان عندك برنامج شهير اسمه البيان التالي على قناه دليل، وكان يحظى بمتابعه خاصه النخب في السعوديه كانت تتابعه بشكل كبير. البرنامج هذا توقف يبدو لي بسبب هذا المقطع اللي تحدثنا عنه. حدثني عن برنامجك وعن هذا الإيقاف. ليس هذا البرنامج أخي الدكتور زهير كتبي. أنا الآن أستمع الحقيقة وقارن بين ما قاله الدكتور زهير كتبي وهو ربع ما قاله العطيشان في أهلا عند علي العلياني. الحقيقة يعني أنا أستغرب، لكن ربما كان الخطأ يعني في يعني تلك المداخلة ذكر اسم بعض الشخصيات هي التي سببت الإشكال، وتحملت أنا يعني كمدير ومذيع في البرنامج تحملت المسؤولية وقلت يعني فعلا أنا ورضخت لهذا التوقيف. وأنا وهي فرصة يعني أشكر فيها معالي الوالد عبد العزيز خوجة جزاه الله خير اللي سعى لإعادة يعني في إيقافك ولا أنه أعادني جزاه الله خير. هو وقف؟ لا هو عادني، خلينا نتمشيها. عادني شلون نمشيها؟ ما نمشيها، احنا الجمهور يسمعك، ما في شيء اسمه مشيها. يعني انت عارف الجهه التي يعني اوقفت مين؟ من هي الجهه التي اوقفت؟ هذا السؤال لك، من هو؟ من هي؟ والله انت خمن الاجابه. وزاره العمل ممكن؟ ممكن او وزاره الشؤون الاجتماعيه. يا دكتور انت المفروض تكون صريح، وزاره الاعلام هي المسؤوله عن خلاص وجزاه الله خير. انا اقدر بشكل شخصي والموقف الأبوي المعالي وزير الإعلام في عادة. أنت كأنك تشعرني أنه يا ديوان الملكي أو الداخلية هي من أوقفك والإعلام هو اللي رجعك. ربما أنا لا بشكل شخصي بشكل أبوي، ولو انتبهت إلى كلامي معالي الوالد عبدي بشكل أبوي تدخل جزاه الله خير وأكرمني بإعادة البرنامج. بس ما شفناه أعيد على نفس المحطة. أي نعم، يعني كدليل كان عليها إشكال بسبب الشيخ سلمان العودة، وذهبت إلى قناة فورشي. يعني هل شرطوا عليك قالوا لك ارجع بس هالقناة ما نبيك ترجع فيها؟ والله ما هم بهذه الصورة، أنا اتجهت بنفسي إلى فورشباب. سؤالي ما أقول لك وين رحت، أنا أقول لك هل يعني لما رفعوا الحظر عنك قالوا لك لا شرطنا في رجوعك أنك ما تكون على قناة دليل، ولا لا قالوا لك ارجع بس شوف لك مكان، أو أنت اخترت؟ لا هم قالوا ارجع ويحبذ كلمة مخففة انه يعني في قناة ثانية. هذه يعني كلمة مخففة حلوة. يعني هل الإيقاف كان لمشكلة القناة ولا الحوار اللي شفناه قبل شوي؟ لا، إيقاف البيان التالي لأجل مداخلة الدكتور زهير كتبي. هذه هي اللي وليس يعني هذا المقطع. الحقيقة والله مداخلة انا في مضمونها مداخلة وطنية ممتازة، لكن فقط كان إشكاليتها في بعض الأسماء التي ذكرت فقط لا أقل ولا أكثر. يعني لما تقول مداخلة وطنية معناته اللي وقفك ما عنده الشعور الوطني اللي يفهم هذا؟ لا هو عتب على ذكر الأسماء يعني وصارت في وجهي، وهذه نقطة الحقيقة يعني أنا. طيب هو اللي يتكلم يعني إيش أطرحها دقيقة ما دام بنتكلم عن الحوارية، وأنا أتمنى يصل صوتي إلى يعني وزارة الإعلام. يعني ما ذنب المذيع، وأنت سمعتني أقول بلاش ذكر أسماء والمداخلة على الهواء، وأحاول أن يعني حتى الجمهور يجعلني حكوميا أكثر من الحكومة، ورغم كذا وقفت. يعني ما ذنبنا نحن إذا الضيف هو اللي تكلم، ليش أوقف أنا وليش يوقف برنامجي؟
يعني اخطاء الضيوف لماذا يدفع فاتورتها المحاورين؟ بنفس الامر في موضوع الاخ علي العياني عندما تحدث عضو مجلس الشورى بجرأة وانا اشكره عليها الحقيقه، يعني هو يتحمل كلامه، ليش يوقف الاستاذ علي وليه يوقف البرنامج؟ يعني هذه نقطه يجب ان نتباحث. ولذلك انا دعوت عقب تلك ذلك الايقاف الى يعني رابطه تجمع المذيعين السعوديين في البرامج الحواريه، وربما كلمتك فيها، يكون لنا صوت قوي يا اخي، يكون لنا حضور، يكون لنا يعني بدل ما يتحدث واحد يعني ان يتحدث جمع. وانت شايف انه في نقابات وفي جمعيات في السعوديه فعلا فاعله وقادره تدافع عن من وخلفها؟ والله للاسف هيئه الصحفيين اصابتنا في مقتل وقتلت كل مشروع من بعد. طيب تفتح هيئه الاعلاميين ونفس الفكره يعني. لا هيئه الكتاب انا متفائل بها، وان شاء الله هيئه يا اخي ياتي مثلك ولا ياتي مثل يعني الاستاذ داود الشريان، يبقى استاذ والله يا اخي نتترس به وله حضوره وكاريزميته ويقدر يتكلم ويدافع عن زملائه. طيب خليني أطرح معك الجزء الآخر من القصة اللي هو قصة الرحيل. أنت خليت دليل ورحت الفور شباب، لماذا فور شباب تحديدا؟ ليش ما صارت قناة ثانية؟ والله تربطني آسرة وأخوة وعلاقة حب مع الأستاذ الدكتور علي العمري، هذه واحدة. فور شباب في جدة، أنا تعبت من الذهاب من جدة للرياض، حتى زوجتي أم أسامة قالت أنت متزوج مسيار هناك في الرياض رايح كل أسبوع وجاي، فتعبت يعني في يعني هي أقرب خيار ممكن من ناحية علاقتك كانت لي. نعم. طيب أنت ما غيرت البرنامج، هو نفس البرنامج نقلتوه بس سميته بدل البيان التالي صار اسمه حراك، نفس الضيوف ونفس الطريقة ونفس المنهجية، ما في جديد. نعم يا أخي أنت حققت نجاح، والبيان التالي يعني مات وهو واقف، فيا أخي عندك تجربة البيان التالي نجاح. مات وهو واقف. نعم نعم، وهذه تحسب له. أنا مات شهيدا يعني البرنامج وليس أنا. والله هنا بالمناسبة نقطة يجب يعني أنا أزي الشكر للأستاذ عبد الله القرشي، الحقيقة هو السبب الأول والأخير لنجاح هذا البرنامج. البرنامج عندما أتى في قناة دليل يعني أتى على غير المألوف، وأنت ربما عاصرت يعني شيء كان محارب من داخل القناة ومحارب من خارج القناة، المشايخ والعلماء زعلوا، جايب لي عبده خال، جايب لي سعيد السريحي، وجايب لي مجموعة كيف، فقاموا بحملة ضارية جدا على البرنامج لإلغائه وكاد أن يوقف. لولا موقف عبد الله القرشي يعني رد عليهم، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. طيب باتوا متابعين. خليني الآن رحنا وصلنا للحراك، يعني أنت لماذا لم تقدم فكرة جديدة؟ لماذا لم تقدم يعني هو استثمار النجاح السابق؟ استثمار النجاح السابق، ولكن في حراك اتجهت للموضوعات الاجتماعية. دخلت اجتماعي في البيان التالي، كان الخط الذي أمشي عليه خط الفكري، الخط الشرعي والسياسي. في حراك لا، يعني عملنا حلقات دوت ولله الحمد، مثلا موضوع السكن، الخطوة، مداخلة الأخت عائشة الشهري البديعة الرائعة هذه المواطنة الحقيقية، يا أخي إلى الآن تأتيني مداخلتها. أيضا على البنوك الأخ طارق الكوشك والاتصالات حققت يعني نجاحات كثيرة. طيب هذا هو التحول، لكنه هذا البرنامج سنة واحدة وتوقف، يمكن أقل من سنة بعد ما استمر. نعم. إيش اللي خلاه يتوقف مع أنه كانت أيضا بعض الحلقات يبدو أنها ليست على الهواء حية مباشرة، مع أنه كانت فيه الأصل أنها كانت مباشرة؟ طبعا هنا كان إشكال في نفس القناة، كانوا بيلموا يعني عفشهم وماشيين على الأردن، وفي يعني ترتيب، ورغم حرص الأخ علي العمري أن يستمر البرنامج، لكن والله تعبنا من الذهاب وتعبنا، فقلت له يعني استقر على استديو في جدة ونبث منه وبإذن الله تعالى يعني نستمر. كان هذا الاتفاق، البرنامج لم يوقف من الإعلام، لم يوقف من الداخلية، أنا من أوقفه. ليش أوقفته؟ قلت لك يعني تعبنا، ما كانت في استوديوهات. بس هناك حديث آخر أنه لا، أنه أنت سجلت حلقة وكانت الحلقة بعد سحب السفراء من قطر. نعم. وأنه هذه الحلقة كان خلاف بينك وبين القناة على بثها،
وانه كانوا هم لهم راي اخر يقولون انه الحلقه هذه ما تبث، وانت تقول لا الحلقه هذه يجب ان تبث، وانه هذه هي كانت اخر حلقه والحلقه ما بثت وبعدها انت قدمت استقالتك. هل تتوقع يا اخ عبد الله، اخ عبد الله المديفر، انني بعد يعني العمل واكرموني الاخوان اكرموني انني ساجيبك انه عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا؟ لا يمكن، هذه اشياء خاصه داخل القناه، لكن ليست هي الحلقه الاولى المسجله، ثمت حلقات اخرى سجلناها. دقيقه، ثمت حلقات اخرى سجلناها وعملناها، لكن سبب ايقاف البرنامج وانا اللي اوقفته انه يعني الوضع كان غير مستقر لعزمهم، وعندهم خطة بالانتقال باستوديوهاتهم إلى عمان، فقلت عندما تستقر الأمور سأعود. مش قضية حلقة وقفت اللي حقت قناة. أنا لو كذا لم أقول له أنني سأعود. طيب أنت تبتسم بابتسامة أنا وأنت، أنت سقة وأنا سقة، فلا تبيع الموية بحارة السقايين. طيب خليني أبيع موية بحارة ثانية وبهالصورة الثانية أطلع من حارة الموية لحارة أخرى، خلينا نشوف الحارة الجديدة اللي معنا. شايف هالصورة؟ ما يحتاج. ها؟ إيش فايش إيش شايف فيها يا دكتور؟ الخمس نجوم هذه الشهيرة. أيوة، يعني هذه منطقة أخرى. أنت يعني تركت برنامجك الإعلامي وذهبت بالكاتب إلى نقطة سببت لك الكثير من الإشكاليات، عندما كتبت مجموعة من المقالات في صحيفة الوطن تتحدث فيها عن السجون السعودية. قلت جولة في أروقة سجن ذهبان الشهير، تحدثت عن صالات استقبال فاخرة، غرف خلوات شبيهة بغرف فنادق الخمس نجوم، وتحدثت يعني عن طريقة الـ 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 الأشياء اللي أنت شفتها وزرت أيضا، يبدو لي أكثر من سجن ذهبان، يمكن ما رحت لسجون أخرى. يعني حدثني عن هالقصة، شلون جت وشلون زرت السجون وش القصة؟ ما حدث يا سيدي التالي، أنا كاتب في صحيفة الوطن وكتبت مقالة شنعت فيها على وزارة الداخلية، وهم الذي يقول أنه محسوب على الداخلية، شنعت على وزارة الداخلية أنها يعني تكتم كثير من الأشياء التي تقوم بها. قلت يعني أنتم تضعون أمام حرج يا وزارة الداخلية، يطلع سعد الفقيه، يطلع علي الأحمد، ويطلعوا الآذل في الفضائيات عندما نذهب إليهم في قنوات الحرة ولا العالم والقنوات الأخرى، نساجلهم، لديهم إحصاءات ويبتزوا لنا في موضوع الموقوفين، ونحن لا توجد لدينا أي معلومات عنهم، فنجلس يعني نحار في أمرنا. وهذا يعني وأنا أعرف من أصدقاء لي من المشايخ في المناصحة يتحدثوا بكثير من الفقر بأشياء يعني أقول بالله موجودة، بالله يا شيخ سعد البريك موجودة؟ قال نعم والله موجودة. ومجموعة من المشايخ يتحدثوا بشكل ممتاز، تقوم بالدولة للموقوفين. قلت يا أخي لابد تكون شيء من الشفافية والمكاشفة في هذا الموضوع. ونقت سمو الأمير محمد بن نايف قرأ المقال ووجه انه خلوا الاخ عبد العزيز طالما هو بينقد بهذا الشكل وكذا افتحوا السجون وخلي بنفسه يشوف الآن. الحقيقه ذهبت والله يا اخي ذهلت، والله ذهلت بما رايت، وانا اعرف هذا الموضوع موجع ومؤلم لبعض الاخوان، والهجوم اللي يعني تعرضت له بعد هذه المقالات يعني كانت قاسيه جدا، لكن لم ابى لاني كتبت كلمه حق أرجو أني ألقى بها الله سبحانه وتعالى. لا بس يعني هو من هو عبد العزيز قاسم حتى تفتح له السجون السعودية من 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 ذهبان إلى الدمام إلى الطرفية؟ أنا أقول لك ويجي الساعة 2 بالليل ويدخل جداً، سؤالك ممتاز. وكشغر يطلب أنه يروح نعم. ليه يعني؟ من هو؟ ممتاز سؤالك. عبد العزيز قاسم يدعي ويزعم أنه إن شاء الله مواطن يهمه مصلحة وطنه، وطيلة السنوات اللي عمل فيها في الإعلام يعني كان ينافح فيها عن هذا الوطن وعن مكتسباته، قدم عبر هذه القراءة عبر هذه المقالة يعني عتب وفتح له المجال. هل فتح فقط لعبد العزيز قاسم؟ لا، فتح لآخرين غيري ومن بعدي أتوا، وصحيفة الرياض ذهبت، صحيفة عكاظ ذهبت، حتى داود الشريان ذهب ودخل. الفكرة نعم. حتى تكون وسيطا نعم. جيدا بين طرفين يجب ألا تكون طرف. نعم. أنت في هذه المقالة يعني لم تكن وسيطا إعلاميا، كنت طرف. أنا وبالتالي الطرف لا يستطيع أن يكون أنا وسيطا. أنا ليس وسيطا إعلاميا، أنا ذهبت وسجلت ما رأيت يا
أخ عبد الله. وهنا نقول إنه الكاتب قتل الإعلامي، أنت قدمت مصلحة الكاتب على مصلحة الإعلامي الذي يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع. لا عفوا، يعني أنا أرى لأول مرة وهذا غير موجود إنجازات، ولها كانت هذه السجون لها 3 سنوات فقط ومكتم عليها، وتبغى لي أسكت؟ يعني كي يرضي عبد الله المدافر ويجلس متكئ أشتم في الدولة وأكتب في الدولة وأقول في الدولة حتى ترضى عني وتقبل مني؟ لا يا أخي لا يهمني، أنا للتو أقول وظيفتي أنا كسلطة رابعة، يعني أرى أنا هذا سؤالي. أنا ما قلت لك اشتم ولا امدح، أنا أقول لك أنه أنت لما تكون إعلامي يجب أن تكون وسيطا ناقلا ليس طرف في القضية، فأنت عندما تكون طرف خلاص لا يصلح أن تكون وسيطا. يعني أنا خليني أسألك بسؤال آخر، يعني عبد العزيز قاسم هل تقرب وتزلف إلى الداخلية بعد الإيقافات على حساب الموقوفين وذويهم؟ طبعا هذا كلام يعني كرر في الإنترنت وانت نقلت والله يجزاك خير، بل ما هو صديق قريب من نفسي ولي اتهمني بهذه التهم وقال هذه، لا أبه لهذا، كتبت ما أعتقد بصدقه. دعني كذا أختصرها أيضا لك، طيلة عمل الإعلامي ل 25 سنة يا أخ عبد الله، يعني أرجو وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام أنا صايم الآن ويسألني الله سبحانه وتعالى عنه، أرجع عملين إعلاميين أتقرب فيهم إلى الله سبحانه وتعالى. العمل الأول ما قمت فيه برنامج حراك في قضية أبنائنا الموقوفين في العراق، القضية الثانية المقالات التي كتبتها. يعني أنت تقرب إلى الله بمقالات السجون؟ إيه نعم. أتقرب إلى الله، وهذا أمر الله نفع بها كثير. أنا أتيت في تلك الفترة يا أخ عبد الله والأمور محتدمة، الدولة تريد أن تحلل هذا الموضوع، وكان يعني الضغط قوي، وكتبت ما كتبت والحمد لله. لا أزعم أن مقالاتي هي السبب في إفراج عن طبعا عندما ذهبت كانوا الأخوة في تويتر والناشطين والمعارضين يقولوا 30,000 معتقل و30,000 موقوف وكلام فاضي. لا هو الفكرة وشلون يعني؟ لا أنا أقول اسمعني. صححت كثير من المعلومات. لا أنت لما صراحة المقالة. أنت سويت نوع اللي يسمونه إحنا عندنا التجزئة والتعميم، يعني أنك أنت أخذت قصة من المقال الأول لقصة الولد اللي ما سلم عليك وكفرك عند الباب. نعم. وشعرتنا أنه هذول هم الموقوفين. نعم. يعني أليس عندما تجزئ موقفا صغيرا ثم تعمم بهذا الشكل ألا تسيء للقضية التي تحملها؟ أنت الآن يا أخ عبد الله فعلت بما فعل الآخرين أيضا، اجتزأت من المقالات الكلية هذه القصة. أنا لا خليني أكمل. أخذت وقلت إنك كذا. أنا في هذه المقالة كتبت يوجد مظلومين، يوجد ربما أيضا ظلم من بعض المحققين في هذه السجون، قلت الحرية لا يعدلها شيء لو كان من ذهب أيضا، قلت أشياء كثيرة في هذه المقالات، لكن النظرة الاجتزائية هذه التي أنت الآن تمارسها معي وأخذتها نقلا عن هذه هي التي يعني جعلت إنه هذه المقالات فيه. يا سيدي المقالات تلك جعلوا عبد العزيز قاسم واجهة لضرب وتنفيس عن سخطهم وغضبهم بالذات الأخوة الأهالي الموقوفين يعني أنت تركت كثير من الناس. يعني محمد رطيان مثلا خليني أشوف لك مقال، يعني قال في القفص طائر صغير تمنحه الماء والحب والحب أيضا، مهما فعلت له كل هذا لا يساوي شيئا مقابل لحظة يطير فيها بحرية. القفص حتى وإن كان من ذهب يظل قفصا والسجن سجن، حتى وإن منحه أحدهم مرتبة 5 نجوم. نعم. فندقية. ما هو بس اللي هالموقف يا أخي. أنا كتبت الحرية لا يعدلها شيء، كتبت هذا الكلام. لا بس وقلته. يعني لا هي النظرة يعني لا خليني أقولها لك بشكل ثاني. أنت تقول إنه أنت تتقرب إلى الله بهذه المقالات. أنا وإنها مهمة لا في شيء في تبعات لها أخرى يعني. طيب. ما ما ما, ما وق... في المقابل يعني أنا استضفت مرة دكتور القنيبط عندي هنا في لقاء الجمعة وتحدثنا، يعني ما كان من ضمن محاوري أن أطرح، هو من نفسه تحدث عن هذه القضية وقال مثل هذه المقالات أعتبرها أكبر إساءة للوطن، وطالب أنه لصحيفة الوطن أن لا تكمل وتوقف هذه السلسلة من المقالات التي تسيء للوطن. وطبعا تحدث عن قضية أنه يعني عن السجن اللي تفضلت عنه، وقال مش السجن اللي يفتح في منتصف الليل ما يفتح في منتصف الليل الملاهي الليلية. طبعا ليش في منتصف الليل؟
أنا تعمدت أن أذهب في منتصف الليل، قالوا لي الأخوان ما في أحد اليوم الثاني كي لا يتصنعوا لي في أثناء الزيارة، وأصررت على هذا الوقت. نعم. الدكتور القنيبط وكثير من أمثالي الحقيقة لا يقوم إلا على النقد، يريد أن ينقد 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 فقط، يعني للأسف لمجرد النقد، ومن حقه، هذا أسلوبه وهذا يعني طريقته في التعبير. أنا طريقتي في التعبير غير، هذه المقالات نفع الله بها كثير من الناس والحمد لله، وأنا راضي تماما. ولو أعيدت يعني أعيد الزمن رحت كتبت مرة ثانية، أكتب والله لا، كم كتبت مقال؟ ستة أنت؟ حول ست مقالات. ولا من الخير العميم الذي. كم سجن زرت؟ أربع سجون. أربع سجون. زرت ذهبان والطرفية وإيش؟ والحائر. الحائر. أقوم واللي في الدمام. وفي الدمام. طيب أنا بكمل هالقصة بس فاصل قصير. اتفضل. أستأذنك فيه ثم نعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الإعلامي عبد العزيز قاسم. يعني أبو سامة، كنا نتحدث قبل شوي عن موضوع المقالات الخمس نجوم والسجون وهذه الحملة الكبيرة التي شنت ضدك بعد هذه المقالات. أنت زرت الآن، يعني تحدثنا عنه، أنت زرت أربعة سجون. أربعة سجون، نعم. أي هو اللي تتمتع بخدمات فندقية أكثر على حد وصفك؟ طبعا أنا فقط موضوع الفندق وما الفندق يا أخي، هي جاءت عرضا في وصف غرفة الخلوة، أو هذه غير متاحة في كل دول العالم، فقط في الولايات المتحدة ولاية واحدة يتيح الخلوة للسجين مع زوجته فقط. هذه بس عاد يعني أحبابنا هذول صبغوها بالخدمة الفندقية هذه الخمس نجوم الذي قلتها. الحقيقة الحائر وذهبان هم يعني أكثر بكثير من الطرفية والدمام، طبعا أبها ما زرتها، يعني في هذه الخدمات بشكل افضل. انا ارجوك، لا 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 ارجوك بالله. طيب دقيقة، نريد، انا ادع هذه، انا مخطئ، انا كذا، دقيقة، انا دقيقة كذا، اعطيك المساحة، لا 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 اعطيك المساحة، اعطيك المساحة، اسمعني تفضل. بعد ما انتهي. طيب. بعد ما انتهي يا جماعة الخير، والله والله في هذه السجون، والله الذي لا اله الا هو، ناس يحملون فكرة تكفير، يحملون يعني لو خرجوا من هنا يريدوا تفجيرا. كنت أسألهم الآن يا أخي، أنا الآن لو أكتب لسمو الأمير بحالتك وكذا، هذا فكرة خلص، نحن كفار، السعود كفار، المجتمع، تأخذ لنفسك وتبقى في البيت؟ قال لا، الله سبحانه وتعالى يحاسبني، أنا مأمور أقيم الحجة وأفجر وكذا. فكر والله لو فإني أخرج من باب السجن يا شيخ عبد الله، والله شاهد علي، إني أدعو لرجال الأمن وأدعو لهؤلاء الناس اللي بيحموني أنا وإنت حتى ننعم بهذا الأمن اللي نجلس فيه. والآن مع داعش، مع داعش في العراق، وأنا أتصور لو صمدت داعش ستة أشهر فقط، يعني بيتقالبوا عليها إنه حنبتلى بالإرهاب هنا لعشر سنوات أو عشرين سنة، والجميع يندم. وأنا الحمد لله يعني قرأت بعض تغريدات بعض الزملاء اللي شنوا علي في تلك الفترة يحذر من هذه المآلات. لا 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 لا، يعني الوقت كتابة المقالات قبل داعش وذاك، خليني أنا بس عشان ما نفس الفكر يا شيخ عبد الله، نفس الفكر. طيب. لا يرد، لا يرد السلام لأنك كافر. طيب اسمعني بس، الآن لما نتحدث عن قضية السجون، نحن لا نتحدث عن قضية هي في خدمات فندقية، أنت تكلمت عن الخدمات الفندقية، نحن نتحدث عن القضية الأهم، هي قضية العدالة. نعم. أن يحاكم المتهم، أن يسجن المدان، ألا يخرج أن يخرج المدان بعد انتهاء محكوميته، هذه هي القضية التي ما شفناها في، أنت تكلمت عن في المقال الأول. ما كانت هي المحور؟ أنت قرأت المقال الأولى، هل قرأت كل المقالات؟ أنا حاكمك في المقال الأول الآن. لا دقيقة، أنت هذه بعد ردة الفعل. لا لا، هي جملة سؤالي، هل قرأت هذه المقالات يا شيخ عبد الله؟ المقالات الستة هل قرأتها كلها؟ كلها قرأتها. ولم تجد فيها أنني طالبت بالمحاكمة؟ هو نرد المقالات الأخيرة. مذاكرتك غلط. لا لا، المقالات الأخيرة كانت تتأثر بردة، يعني كنت تحاول أن توازن من ردة الفعل التي أبداً تقرأها بين كل مقال ومقال. كتبت هذه سلسلة مقالات، وإلى ست مقالات كتبتها. أنت لا، لأنك كنت تشير في كتاب المقال، لم تتابع بما فعل كثير، أنه أخذوا الأشياء التي يريدون وكذا. في تلك المقالات طالبت الدولة
بتعجيل هؤلاء الموقوفين بمحاكمة الموقوفين وفعلا فعلوا. طبعا كان هناك توجه لا أزعم أنه بسبب المقالات. طالبت في تلك المقالات أن ثمت موقوفين أخذوا بالشبهة وقضوا 5-6 سنوات أنه تكفيهم وكذا، والحمد لله أفرج عن كثير منهم. يعني لكن القراءة المجتزأة منك أو من زملائك يا شيخ عبد الله ربما يعني لا هي لا لا أنا خاطئة. لا لا مش أنا ما زلت عند كلامي يعني، ولذلك أنا كلامي يا أخي موجود عندك يرجع فك. لا لا فك، لا لا أشوف واحد من المقالات. يعني أنت مثلا خليني أجيب ردة الفعل التي طيلت على المقالات وأنت وجه يعني وضح وجهة نظرك. أبناء خالد الراشدة واحد من أبنائي قال قال لنا والدي هناك صحفي جاء وتكلم معه عن وضعه بالسجن، فذكر له والدي سوء المعاملة في أيام التحقيق. المعاملة في طبعا هو قال سوء المعاملة في أيام التحقيق، والمعاملة هذه الأيام هذه كانت جيدة. ذكر الكثير من الأمور في مقاله الكاذب لم يذكرها والدي، ولم يذكر الظلم الذي قاله له والدي، ونحن نبرأ من كذبه واحتياله ونفاقه. لماذا لم تنقل الصورة الحقيقية كما قالها خالد الراشدة؟ هذا اتهام يوجهه له ابنه. سعيد سعيد ما قصرت. هذا الابن هذا الابن الذي أنت قلت فيه قبل شهر أصدر بيان يتأسف ويعتذر عن كل الكلام وعن كل التغريدات، ويقول أنه دفع من قبل البعض الذي الكاره للوطن. يا أخي عبد الله بالذات الشيخ خالد الراشد دخلت عليه وقبلت رأسه وبقيت معه من وجه وضيء، وعد إلى المقالة التي كتبت عنه كلها استجداء واستعطاف بإطلاق سراح هذا الشيخ. هل تعلم أن كل كلمة قالها والله والله كنت أعيدها عليه وهو في السجن يا شيخ، وهو يقول لا هذه شيلها هذه حطها لا أخلي الجملة كذا وكذا. أقسم لك بالله وإن شاء الله يخرج وتتأكدوا من هذا الكلام. وارجع إلى المقالة هذه تجد كلها استعطاف، ولمت لاموني البعض أنه لا يستاهل، قلت والله لا تنشر وأريد أن يعني أن يخرج هذا. هذا الشاب للأسف هناك من يعني بعض الحقوقيين بعض المحامين يرتزق بموضوع الموقوفين، وفعلا بعد تلك المقالات كانوا يتكلموا بشكل عام رجعوا فصلوا جماعة التكفير والإرهاب عن هؤلاء الموقوفين يعني موقوفي الرأي وبدأوا. لأنه أعرف في تلك المجالس التي تضم مجموعة من الليبراليين كنت أقول لهم والله لو خرجوا هؤلاء اللي أنتم تزعموا الدفاع عنهم أول من يبدأوا بكم أول من يبدأوا بكم، فأقلعوا فأرجعوا على موضوع الرأي. هذا كلام خالد الراشد وهذا الابن الذي قال ذا الكلام. طيب بصراحة يعني أبو أسامة كيف تقيم مصداقيتك عند الشارع السعودي بعد كإعلامي بعد سلسلة هذه المقالة؟ طبعا تعرضت لحملة تشويه كبيرة، بل أحد النشطاء بدون ذكر اسمه في مداخلة معي في برنامج حراك قال كنا نتواصى نحن المعارضين نتواصل بالتأليب عليك والكتابة ضدك وكذا، وكتبوا كثير. عن نفسي أنا راضي لأنه هذا الأمر أنا كتبته يعني من منطلق يعني والله لم لا بل هناك من اتهمني أنه والله قبضت 5 ملايين 5 ملايين والله لم أخذ ريالا واحدا قرشا واحدا، يعني مديون 750,000 الآن اللي أحد في بنك الراجحي يشوفني لم أخذ قرشا واحدا منه ولا أريد. بل أكثر من كذا هناك من اتهمني بالتزلف لأمور شخصية وكذا. عندي معاملة لوالدتي والله ألغوها ولم يفعلوها قبل بعد المقالة تلك، ولا أريد الله غني عن الداخلية وعن الآدم لا أريد، لأني ما كتبت من وحي إيماني والله لم هو سؤال هو سؤال يدفعني أحد. أنت جاوبت جواب مهم، لكن سؤالي ليس هو جواب على سؤالي، أنا أتكلم عن المصداقية عن المصداقية. كيف تقيم مصداقيتك كإعلامي بعد هذه المقالات عند الشارع السعودي؟ والله هذه يحتاج لها يعني استطلاع رأي. يعني ما أنت تحس أنه انهزت المصداقية عند طبعا بالتأكيد عند هذه الشريعة التي تناول الدولة أكيد لا تقبل هذا الكلام. ولو يعني كتبت ضد الدولة لأصبحت بطلا تويتريا يشار له بالبنان، لا أريد هذه البطولة المزعومة لأن القلم الذي يخط به الله سبحانه وتعالى يحاسبني عن كل حرف أكتبه. أريد أن أخذ فاصل قصير ثم أعود إليك. كثرة الفواصل يا شيخ. السنة هذه بتعبانين من الفواصل. والله الفواصل هذه بكل الحلقات سامحنا. فاصل إعلاني ثم نعود.
حياكم الله من جديد مع ضيفي الإعلامي عبد العزيز قاسم. خليني أشوف صورة أخيرة. هات ما خلصنا الصور. يعني أعطونا الصورة الأخيرة. طبعا هذا ملحق الرسالة اللي كان في صحيفة المدينة، وكان ملحق قوي وكان يحظى باهتمامات، وكان في حوارات المكاشفة، وكان حوار في حوارات مهمة كثير. حدثني عن هالتجربة، إيش اللي طلعت منها، واختصره لي بدقيقة أو دقيقتين إن قدرت. طبعا بداياتي كانت في الصحافة، والحقيقة كثير يظن أنه انطلاقتي من ملحق الرسالة وهذا ليس صحيح. انطلاقتي وانطلاق المكاشفات تحديدا اللي هو لون صحفي جديد، يعني من وين؟ من ملحق البلاد الجمعة في صحيفة البلاد، بان رئاسة التحرير أستاذي عبد القادر طاش يرحم الله، وأنا أدين له بالكثير الكثير، يعني من أدخلني للصحافة أستاذي بكر بصفر، لكن من تلقفني واشتغلت معه أستاذي عبد القادر طاش يرحمه الله. نعم. بدأت فكرة المكاشفات في تلك الأزمنة، وأتذكر من أقوى المكاشفات اللي عملتها مكاشفة محسن العواجي، وكان توه خارج من السجن، وكانت يعني لأول مرة تطرح في الصحافة السعودية موضوع جهيمان، الأخ يدافع عن جهيمان، فضجت الدنيا وهاجم يعني جماعتكم في القصيم، فقاموا عليه الجماعة وكذا. أيضا هناك كانت مكاشفة الناشط الوطني محمد سعيد طيب، وطرحت قضية الناصرية وموضوع سجنه لأول مرة في الصحافة السعودية. انتقلت بعدها إلى ملحق الرسالة وامضيت 7 سنوات، وفعلا هي الفترة الذهبية هناك. طبعا كانت لنا صولات جولات حسن الصفار، مكاشفات حسن الصفار، لأول مرة في الصحافة السعودية يطرح الموضوع الشيعي بشفافية عالية، ومطالبات وموضوع يعني هروبهم وإيران. وهل طيب الآن تشوف أنه فيه ملاحق الآن بهذا المستوى؟ لا، الفضائيات سحبت البرامج والحوارية سحبت كل هذا التأثير والقوة. طيب إذا أنت روحتك للتلفزيون محاولة نقل التجربة حقت الملاحق الناجحة إلى التلفزيون؟ لا والله، ما هي محاولتي، محاولة عبد الله القرشي، يعني طلبني 3 مرات ورفضت. ما صحيح إنه المشرف الفني في القناة قال إنه عبد العزيز قاسم ليس وجها تلفزيونيا ولا يصلح، ولا يصلح وكذا. صحيح بعد ذلك البناء. نعم، بعد ذلك ذهبت إليه وأخذت دورة، فعندما رأى الأشرطة يعني ذهل، قال هذا أنت عبد العزيز قاسم، يقول أنت ما تحتاج دورة، يعني أنت رجع، لأنه بالمران. وهذا كان من أحد الأخطاء اللي ارتكبتها الحقيقة، دخول الفضائيات بدون دورات تدريبية. أنت دخلت الفضائية بدون دورات. عبد الله القرشي أخذني من كرسي رئاسة التحرير الله يجزاه خير، وجاني بطريقة البدو وقال داخل على ثم عليك إلا تقبل، فقبلت معه هو، تماهيت معه، وكان يعني الحقيقة خطأ، كان مفروض أني أخذ دورات، وهذه أيضا نقولها على طريق رئاسة التحرير. مرة أنت قلت أنه أنت تحلم برئاسة التحرير، أو ما قلت الكلام هذا؟ لا، مو أحلم، قلت أنا أود أن أختم مسيرتي الإعلامية برئاسة تحرير موقع من المواقع الإخبارية على الإنترنت. أنا مش صحيفة يعني قوية. لا لا، زمن الصحف انتهى يا رجل. انتهى خلاص. وما زلت عند هذا الحلم؟ إيه أنا بالتأكيد ترى نفسك كرئيس تحرير. أعرف أنه يعني المواقع الإخبارية تؤثر بشكل كبير جدا جدا. وهو ما اقترحته بالمناسبة على صحيفة الأمة عندما لم تعطى التصريح من قبل وزارة الإعلام، وتحولوها يا جماعة الخير وبتكاليف أقل إلى موقع إعلامي مؤثر. ليش رفضت صحيفة الأمة؟ ليش ما أرسل صرح لها؟ والله يعني يسألوا وزارة الإعلام، يسألوا وزارة الإعلام. هناك من يقول إنه موضوع المحافظين والمدينين، يعني وهذا يعني للأسف فكرة خاطئة. أنا أتصور لو يتاح للجميع هذا أفضل. للأسف للأسف هناك من يقود الآن المجتمع، وهذا خطأ، وأنا أقوله ويجب أن أقوله كمواطن، يعني يقول إنه جرعة التدين كانت زايدة في المرحلة المقبلة. هناك في مواقع القرار للأسف الشديد يؤمن بهذا، وأنه هم من أنتج المتطرفين، وبالتالي يعني انتقل للضفة الأخرى بهذه الطريقة اللي ما فيها تدرج، وللأسف ستدفعنا أكلاف أكلاف كبيرة والله صراحة. أيهم أسهل، كرسي المحاور ولا المحاور؟ لا والله.
والله الضيف ولا احلى مني ولا تحضير ولا شيء. اجي مرتاح والله الله يعينك كذا انا مرتاح وما اخذ يعني. شكرا شكرا جزيلا لك. انا فقط انتهى وقتي. كلمه يقطعون علي كلمه اخيره ما فقط يا شيخ. انتهى والله اسف انتهى وقتي. ولا انا كان عندي ايضا تغريدات ويعتبرها مهمه لكنهم خذلونا في الوقت المره هذه اسف. لا ما الشكر موصول لكم انتم ايضا على هذه المشاهده. وانقلوا عن عبد العزيز قاسم انه يقول لم اخذ ريالا واحدا من الداخليه. السلام عليكم.